سلمى ارتبط العيد بالفرحة والسرور اللي بتدخل قلوب الجميع وفيه بتتعزز صلة الأرحام والأواصر العائلية. أكيد سالي، هي التفاصيل الخاصة بالعيد يلي بيعيشها الناس بتعمل أيضا على تخليص أو من معظم الطاقات السلبية المحيطة بالهالة. لنحكي عن هذا الموضوع بالخصوص معنا بالاستوديو الدكتورة غالية بغدادي، خبيرة بعلوم الطاقة. سعد صباحك. صباح الخير. كل صباح الخير. وانت سالمة حبيبتي، يسعد صباحك واضحى مبارك عليك وعلى عائلتك حبيبتي. بداية خلينا نحكي عن الطاقة الإيجابية يلي بتكون بفترة الأعياد، يعني أحيانا بيكون مسيطر طاقات ثانية ولكن بالعيد بتحس انه في طاقة إيجابية، شو العلاقة المرتبطة؟ تماما. هلا هي الطاقة بتجينا قبل العيد، يمكن وقت بنبلش نشوف الناس بلشت على السوق تنزل، بلشنا نتسوق، بلشنا نعمل حلو العيد، فهذا كله بيعمل طاقة إيجابية. هي كلمة العيد لحالها كلمة فيها، مثل ما حكينا بالحلقات الماضية كنا على طول نحكي انه الكلمة لها تردد، فكلمة العيد لما نحن بنقول العيد والعيد، الكلمة لحالها بتعطيكي تردد أو بتعطيكي طاقة حلوة، يعني بيخطر على بالك مجرد ما نقول كلمة عيد يعني شيء حلو، يعني فرحة، يعني صلة أرحام، يعني حلو العيد، يعني التواصل الاجتماعي، الفرحة بشكل عام. فالعيد أكيد له نكهة خاصة، وبيختلف العيد بعد رمضان يعني عيد الفطر عن عيد الأضحى، أكيد في اختلاف بيناتهم. نيك يكون بعد فترة من الصيام بتحسي حالك شوي إجا العيد عطاكي شيء جديد، يمكن إنه فطور بترجع بتحطي فطور، بترجع بتمارسي يعني الجو الطبيعي. العيد الأضحى بيجي كمان له نكهته الخاصة، إنه عندك الحجاج، عندك الأضاحي اللي عم يضحوا، يعني عنده كل عيد وله طاقة معينة خاصة فيه. يعني غالية، معروف إنه بالأعياد في مظاهر كتير من الفرح، يعني مثل ما قلت يمكن الكلمة، الزيارة، المشوار، كتير شغلات. خلينا نحكي يمكن عن أنواع الطاقة الإيجابية اللي بتكون موجودة بالأعياد. تمام. هلأ أهم شيء إذا بدك سلمى هي الفرحة أو اللمة، يعني أنا على طول قابل الناس بوش بشوش أو بوش حلو، يعني مثل ما كانوا يقولوا أهل أول، يمكن لا عيني ولا طعمين، يعني نحن عنا هلأ أنه بيرتبط مثلا العيد بيفكروا أنه بس أنا شو بدي ضيف أو أنا شو بدي حط أو لازم أجيب أفخر أنواع الضيافة أو شيء، ما بيفكروا بالشيء الثاني أنه هي البسمة، أنه أنا استقبالي للناس شو ما كان أنا وضعي أو شو ما كانت. الناس فكروا أنه أو ارتبط العيد عندهم أنه ما في عنا شيء، كيف أو يعني حسب الأوضاع، أنه إذا ما عندهم شيء هنا ما بيعيدوا. لا أكيد لا، يعني أنا بأي وضع أو بأي حالة أنا كنت فيها المفروض أنا أتأقلم مع وضعي. المهم البسمة، المهم الفرحة، المهم الشخص اللي قدامي أنا قادر وصل له شيء معين، أني أنا فرحان كتير بجيتك لعندي، مبسوط بتواصلي معك، مبسوط بأنك أنت إجيت تعايدني، يعني هاي شغلة كتير مهمة، أهم من أنه أنا فكر شو بدي أعمل أو شو بدي ساوي، أو حتى أن اشترينا تياب للعيد أو ما اشترينا. في ناس عم بيربطوا العيد بس أني أنا شو اشتريت، أنا شو قدمت، وهي أكبر غلطة. هلأ إذا بدنا نحكي مثل من زمان كانوا مظبوط يهتموا بهالقصص كتير، ليش؟ لأنه كانوا عن جد التياب عندهم مرتبطة بس من العيد للعيد. تمام. يعني ما يشتروا تياب العيد غير وقت العيد مو فقط. مثل هلأ كل يوم. هلأ نحن كل يوم يمكن عم نشتري تياب، فما صفية فرحتنا بالتياب. أو حتى مثلا مثل الحلو، كانوا يمكن يأكلوا الحلويات أو يصنعوا الحلويات بالبيت بس بالعيد، فكان يعملون عن جد جو كان مرتبط بهذا الشيء. نحن هلأ عنا لا، انه في شيء ثاني، لانه نحن ايمتى ما كان صرنا عم ناكل حلويات، ايمتى ما كان صرنا عم نلبس ثياب، يعني ما هذا مو هذا الشيء. الشيء نحن اللي هلا لازم نقوي هي صله الرحم. والشيء الثاني كمان انه نحن كيف نقابل بعض بالكلمه بالوش البشوش مثل ما بيقولوا، يعني قابل الضيف اللي جاي لعندي او انا حتى راح بشيء مختلف عن ايام زمان. هلا ايام زمان يمكن كانوا على طول ببيت واحد، فصله الرحم كانت عندهم كثير في تواصل، وعلى طول كلهم ببيت واحد، اجتماعاتهم وفطورهم سوا، كانت هيك العيشه ببيت العربي ويقعدوا كلياتهم. هلا اختلفت المقاييس، كل شخص صار ببيت لحاله، صرنا يمكن حتى نعايد بعض يعني على الواتساب او تماما. فهلا لا، لازم نحن نلغي هذا الشيء، نكون بشيء ثاني، يعني نحاول قد ما فينا لا نطلع ونفوت ونشوف الاقارب، نعايدهم بطريقه حلوه، نقابلهم ببسمه، بضحكه، بكلمه، بطاقه حتى ايجابيه تكون. اكيد مثل ما قلتي الملقى والوجه البشوش هو بيمنح الطاقه الايجابيه للشخص اللي جاي يزور اللي جاي يعيد. شو الطاقه الايجابيه اللي بتختلف عن باقي الايام بايام العيد؟ تمام. هلا باقي الايام يمكن نحن على طول مثلا يمكن بنضحك، يمكن بنبكي، يمكن بنزعل، يعني كل شخص له وضعه
يعني اللي هو مثلا بيصير معه كثير ظروف او وضعه العادي بالعيد بالذات، هي مثل ما حكيت بالبدايه كلمه العيد هي فرحه، فبتصيري انت بالعيد ما بتفكري غير اني انا بدي اكون مبسوط يعني، او حتى بدي ابسط اولادي او حتى بدي ابسط ضيفي، يعني بننسى كل هالقصص. طاقه العيد هي طاقه تسامح اذا بدك، يعني مثلا حدا متخانق مع حدا المفروض نبادر لحتى نكون انه نحن صله وصل او صله خير، او نبادر بهالقصص الحلوه. يعني هو هذا العيد انه انا رجع هي التواصل او رجع هي الالفة يلي فقدناها يمكن بالايام العادية، لانه بالايام العادية على طول نقول لا هلا ما ححاكي او هلا ما حصالحه او كذا للعيد. تماما للعيد، فبالعيد بالذات لازم نركز هالقصص ونعتني فيها تمام، ونهتم اني انا مزعل حدا او شيء ارجع صالحه. حتى غالية بالعيد مثلا اذا كانوا الاهل او الاولاد مزعلين اهلهم، فالاهل بيجوا بيصالحوا اولادهم بالعيد، لو كانوا ما بيحكوا معه، فبالعيد بيكون نكهة مميزة مثل ما حكيتي خصوصي للتسامح وللصلاح. تماما، وحتى للاطفال يعني فكرة العيدية يمكن في كثير من العائلات لهو مثلا، انا كثير بحبها للطفل، الطفل عن جد بيفرح بالعيدية، خصوصي وقت بتلاقي هلا البنات الصغار كل واحدة حاملة شنطتها وفرحانة بينبسطوا، بتلاقيهم قاعدة عم تعد انا تيتا عطتني هيك، انا عمي عطتني هيك، يعني فكرة العيدية كمان كثير حلوة، مع انه في كثير ناس انا سمعته انه ما عاد إلها، يعني احنا على طول عم نعطي اطفالنا فما لها طعم العيدية. لا، العيدية كثير بتفرح خصوصي الصبح، يعني لما بيكون للصغار غالية وكمان للكبار حلوة العيدية. يعني يمكن فينا نقول العيد فيه عناصر مميزة بتشكل هي لوحة السعادة او الفرح او الطاقة الإيجابية، من العيدية للفطور للنوم وقت الزيادة لأنه نحن معطلين ومرتاحين للزيارات، هي العوامل بتلاقيها بهي الفترة. بعد فترة العيد بحس الشخص انه انا بدي ارجع على الدوام، بدي ارجع على الشغل، بتبلش هيك شوي نفسيته مره ثانيه، راحت العطله وراحت العيد وراحت المشاوي. شو ممكن الشخص يعمل بهذا خلينا نقول اليوم الاخير للعطله لحتى يرجع على دوامه بالعكس مليان بعوامل السعاده والفرح؟ تمام، هلا نحن المشكله عندنا انه نحن على طول بنفكر بالشيء اللي قالته سلمى، الشغلات السلبيه، يعني ما بنفكر بالشيء الايجابي، اني انا الحمد لله اجى العيد انبسطت فيه، عيدت وانبسطت، ولا بدي ارجع على بعد العيد لشغلي برواق، بيكون مبسوط، بكون اخذ طاقه العيد مرتاح. هون بتقابلي يومك بعد العيد فورا بتكوني كثير مبسوطه وعندك طاقه كثير ايجابيه. بس انا لما بدي اقعد افكر، هلا في كثير ناس انا بسمعي يا الله العيد انا ما بحبه للعيد، بدي اخلقي منه مثلا، انا بتطلع طب لسه ما اجى العيد وانت هيك عم تحكي ليش؟ بالعكس، نحن الكلمه مثل ما حكيت لها تردد، انت مثل ما بتجذبي حتشوفي، يعني انت نويتي من البدايه انه العيد حيكون ممل وعم يضيق خلقك منه، حيكون ممل وعن جد حيضيق خلقك منه، بس نويتي انه لا العيد كثير حلو والجاي احلى وانا حكون كثير مبسوط بالعيد وحاعمل كثير شغلات حلوه بالعيد، كمان حتجذبي هذا الشيء. ونفس الشيء بعد العيد، انا ارتحت وانا انبسطت وانا شفت العيله، هلا بدي ارجع بنشاط اكبر لشغلي وفكر بطاقه ايجابيه اكبر، حتلاقي عن جد اختلفت كثير القصص معك. كثير من الاشخاص غاليه بيحسوا العيد احيانا هو غصه بسبب فقد غالي على قلبهم، احد اقربائهم او حدا مثلا ام اخ اب، قديش فيهم يستفادوا من الطاقه الايجابيه بالعيد؟ يعني كيف فينا يخففوا عن نفسهم يعني ياخذوا من الطاقه الايجابيه اللي بيمنحها العيد؟ تمام، هلا هو هذا يمكن هو العيد سالي، يعني هو انه نحن نوقف مع بعض، نكون عن جد ايد واحدة، نساعد الفقير حتى يكون عن جد يفرح بهالعيد، لو شو ما كان او قد ما كانت قدرتنا نحن، يمكن بشيء بسيط اذا نحن ساعدنا، او يمكن اذا لو ما بدك تساعدي بمادة، يمكن بكلمة حلوة فيك تجبري بخاطره. ونفس الشيء امهات الشهداء واهالي الشهداء، يعني كمان نفس الشيء يمكن نحن فينا نجبر بخاطرهم لو بكلمة، نوقف معهم نقول لهم انا نحن وياكم ايد واحدة، نحن اولادكم، فقتلوا اولادكم بس نحن اولادكم، نعوضهم. يعني العيد مو شغلة بس صفية مادية، اني انا اللبس والضيافة وهالقصص وانه لازم فوت ولازم اطلع وهالمصروف الكبير، لا، العيد مثل ما حكيت العيد بكلمة، العيد بحالة، العيد انه نكون عن جد ايد واحدة، مثل ما حكيت البسمة، اعطي الدعم للناس اللي قدامي، حس شوي حتى بالفقير، يعني هذا هو العيد. اكيد يعني غالية دايما بنقول البسمة بالبسمة والبادي اجمل، يعني قديش حلو يمكن هاي الشغلات البسيطة تكون موجودة بحياتنا بشكل يومي من دون مناسبة لها، انه
دائما بنقول هيك خليكي مبتسمه، ممكن تعدي اللي قدامك ويبتسم شوي ينبسط. اكيد يعني اكيد ما في احلى من البسمه، يعني تبسمك بوجه اخيك صدقه، يعني انت اذا ضحكتي انت لك صدقه، فبخصوصي اذا فما بالك اذا سلمتي، اذا بادرتي، اذا انت بديتي حتى بالسلام. يعني اي شيء بنعمله هو بالنهايه طاقه ايجابيه، بعدين يعني عطي حب حيرجع لك الحب، يعني انت بس تعطي طاقه ايجابيه للناس هي حترجع لك بالنهايه، اما بس تعطي طاقه سلبيه وانك انت عم تكوني عم تنقضي الناس او على طول مثلا وشك ناشف يعني او شيء، هي بالنهايه كمان طاقه سلبيه لك. مثل ما قلتي خلينا دائما بعد عن الناس السلبيين. اكيد يعني انه او انه نتلاشان او يمكن نقدر نغيرهم شوي، يعني انه نحاول لا انه انت ليش هيك، لا حاول غير بحالك. هلا شوفي مثلا انت بمحيط الشغل او بمحيط العمل، لما بتفوت مثلا سلمى صباح الخير للكل وكذا، كل الناس بس تطلع سلمى طاقتها الايجابيه ظلت موجوده، انه شفتوا سلمى شو عملت او صحيح. هلا اما اذا فاتت سلمى ما سلمت على فكره حدا. سلمى هيك يعني اكيد اذا فاتت وما سلمت على حدا وضلت مثلا هيك شو بدهم يقولوا؟ ليش هيك ناشفه؟ مبين عليها متضايقه تماما، بصير بيقولوا هي عملت لنا طاقه سلبيه. فشوفي قديش بتفرق يعني الأشخاص. اكيد يعني هو بالنهاية أنت بتمشي بس بيضل شيء موجود بالجو، فهو اللي بيعطي الطاقة. غالية في عدوى للأشخاص إنه من بعض إنه ممكن يعديه بالطاقة تبعه، يمنحه شوي طاقة إيجابية، يخفف من سلبيته، يخفف من زورته، يعني بتصير هيدا الشيء؟ هلأ في شيء عدوى إذا بدك هي الأكثر هي الطاقة السلبية. يعني أنت بس تكوني قاعدة مع شخص عن جد كتير سلبي هي طاغية. تمام، هو أنت حتتأثري فيه شئتي أم أبيتي، حتتأثر هالتك فيه، لأنك خصوصي نحن في شغل الناس ما بيعرفوها أنه في يعني مساحة لازم تنترك بين شخص وثاني 75 سنتي، هي الهالة جسم الأسيري ما لازم نخترقه، أنت بس اخترقتها أنت أخذتي منه. فبشان هيك بتحسي الأزواج ببيت واحد كتير بيتأثروا بطاقته، بيصيروا بيشبهوا بعض تماما، لأنه هنن عطول مخترقين هاي الهالة. أنا لازم عطول خلي مسافة بيني وبين الشخص أنه 75 سنتي ما أدخلها. ليش؟ لأنه جسمي الأسيري هذا خاص فيني، أنا مجرد ما دخلت فأنا مصيت من طاقته، إن كانت سلبية، إن كان في أمراض، إن كان في أي طاقة سلبية أنا أخذتها منه. هاي الشغلة. الشغلة الثانية اللي نحن كمان ما بننتبه له وهي كمان بتعطينا كتير طاقة سلبية، لما أنا بكون قاعدة بمكان مثلا قاعدة أنا هلأ على هالكرسي، أنا قمت إجا فورا حدا ثاني قعد، يعني أنا هالتي لساعتها بالمكان، مثل ما بيقولوا لسه مكاني ساخن، مثل ما بيقولوا إجا شخص قعد، كمان تأثر بكل حالتي أو أخذ كل شيء طاقة كانت موجودة عندي. هلأ نحن كأشخاص بنتأثر كتير بالطاقة السلبية أكثر من الإيجابية. ليش؟ لأنه نحن جسمنا أو الشخص السلبي اللي بيكون قاعد قدامنا بيشع، يعني بيكون عنده الهالة تبعه مثل أسهم، فبتحسيه عم بيوزع، يعني بيوزع لأماكن بعيدة حتى، بتحسيه عم بيوزع. أما الشخص الإيجابي كمان بتتأثري فيه، بس أنت إذا أخذتي السلبية لا حتاخذي سلبية أكثر. الإيجابي يمكن أحياناً نحن ناخذها بطريقة أنه ليك هالقد مبسوط، ليك هالقد. نحن تعودنا على الأشخاص اللي إذا بدك على طول بتندب أو على طول بتقلك مالي مرتاح أو مالي مبسوط أو كذا، صارت عنا على قد ما صرنا نسمع تعودنا على هذا الشيء. صرنا لما منلاقي حدا مبسوط أو عم يقلك أنا سعيد أو أنا نستغرب أنه معقول هذا، أو منصير صرنا منضحك يمكن أنه غريبة ليش، لدرجة أنه ما منتأثر فيه. في ناس بتقلك ليش عم تضحك كل هالقد، يعني أنه شو في شيء مبسوط بيخليك تمام. مبسوط أو مرتاح تمام، لدرجة أنك أنت بتتأثري بالشخص السلبي أكثر، لأنك بتكوني مركزة معه، يعني هو عم بيحكيكي بموضوع أنت بتكوني عاطية كل اهتمامك لهالموضوع ومتأثرة، فبشان هيك أنت بتسحبي كتير الطاقة السلبية منه. أما لما بيكون شخص كتير إيجابي بتحسي حالك أنه عادي، يعني ما كتير متأثرة أنه يعني. فهذا السبب اللي بيخلينا أنه مثل ما قالت سلمى عن جد ليش عم يضحك، غريبة يعني. غريبة يعني، الله يعطينا خير هالضحك تمام. اللي حتى هي بتلاقيها بالموروث الشعبي تمام، إنه يعني إذا واحد ضحك زيادة معناته بده يصير مشكلة. إذا ضحكنا يعني منضل عم نقول الله يعطينا خير هالضحك، أنه لا لازم بعد الضحك أو بعد الفرح أنه يكون في مشكلة. يعني هي بالنهاية عادات يمكن نحن توارثناها، بس عن جد هي عادات كتير سلبية. طيب غالية خلينا نحكي عن قفل الجسم مثل ما بيقولوا، أو كيف نقدر، حكينا مرة أنه كيف أنا بقدر امتنع أني أخذ طاقة سلبية في حركات معينة تمام. ممكن أقفل فيها طاقتي تمام. هلأ نحن إذا كنا موجودين بمكان في أكثر من شخص وبلش الحديث يكون يتجه بطريقة سلبية، هلأ أول شغلة أنا بدي ركز بالحديث كتير، يعني أنا ما بدي أعطيه إذني كتير، هو عم بيحكي بطريقة سلبية وكذا، أنا كتير ركز معه، مجرد ما ركزتي معه فتي بالحالة خلص تعكرتي. يعني الشيء الثاني انك انت تسكري هالتك، ليه؟ حتى اذا هو عم بشع سلبيه انا ما اتاثر. تسكير الهاله بيكون يا نتكتف
يعني لف رجل على رجل، هون انت عملت اغلاق للهاله. اذا ما فيكي تعملي لا هيك ولا هيك، فيكي باهم ايدك تدخلي للداخل وتسكري اصابعك، تعملي هيك كمان هون هيك. فضي يا سالي. تمام، سكرتي انت هيك هالطريقه كمان الهاله تبعك. في حال كنتي انت واقفه مثلا، هاي الطريقه كثير حلوه، لان اذا واقفه مو معقول تعملي هيك او تلفي رجل على رجل او شيء، خصوصي اذا حامله غراض. تمام، بتعملي هيك وبتسكري، هي شغله. الشغله الثانيه فيكي ترجعي ايديكي للخلف وتسكريهم هيك مع بعض. كمان هون انت عملتي تسكير للهاله عندك، ما عاد تتاثرتي. حتى في ناس بيكونوا هن ماصين للطاقه، يعني شافوكي انت كثير ايجابيه، هن طبيعتهم هيك بمصوا هي الطاقه اللي عندك. كيف بتصير كمان هون لازم انت فورا تسكري هالتك، يعني ببين من نظرة عينه، مجرد ما أثبتي عم تحكي بطريقة كتير حلوة مبسوطة حيوية. أنت وفرحانة، ببين الشخص معك إنه من نظرة عينه بتحسي ماله كتير مبسوط، عم بيطلع عليكي بطريقة سلبية، عم يعطيكي الضحكة الصفرة إنه ليش هي هيك يا الله نيالة أو كذا أو شيء، يعني ببين معك أنت بس تكوني مركزة. ففوراً أنت لازم تنتبهي على هذا الشيء، فوراً تسكري هالتك حتى كمان ما يمصوا هاي الطاقة. نعم. الإيجابية اللي عندك. يعني غالية كمان الألوان، قديش الألوان لها تأثير، وخصوصي هلأ بالعيد الألوان بتحسيها منتشرة طاغية، قديش الألوان بتلعب دور بالطاقة وبالهالات؟ تمام، هلا اكيد الالوان بتلعب دور كثير كبير، خصوصي بعلم الطاقه عنا، لانه مراكز السبعه اللي بالجسم، مراكز الطاقه السبعه قويه، هن الشاكرات كل وحده إلى لون معين، وكل وحده نحن بنشحنها او بننظفها بلونها، فالالوان كثير لها تاثير كبير، ونحن لازم ننتبه شو عم نلبس حتى، يعني فيكي انت تحللي شخصيه الانسان من خزانته، اذا فتحتي خزانته شفتي شو اكثر لون عنده حتعرفي شو شخصيته. هلا نحن الاشخاص اللي هن بالفعل عندهم طاقه سلبيه او هن سلبيين بالعموم، المفروض يبعدوا تماما عن الالوان الرماديه، لانه كل ما لها بتزيد الكآبه عندهم. اللون الرمادي هو لون من لا لون، يعني من لا شيء، هو خليط بين الاسود والابيض طلع اللون الرمادي، فهو لون بالفعل بيعمل كآبه، لدرجه انت اذا كنتي طلعتي على السما لقيتيه رمادي انت تعكرتي. فبكفي نحن انه بنمشي مثلا الارض رمادي، الارض صفر رمادي، في كثير عندنا شغلات رمادي، هي كلها بتعطينا طاقه سلبيه. فما بالك انت كمان زودتي على حالك لبستي رمادي، لان انا عم اقول انه ما تلبسوا، في ناس اللي انا بحب اللون الرمادي حلو تلبسيه، بس حلو تكسريه بشيء ثاني، مثلا تحطي له تحطي اكسسوار، تنزلي احمر عليه، تركوازي، يعني تكسري هذا الشيء، ما تضلي كلك رمادي او نكرر نضل عم نكرر هذا اللون. اللون الاسود كمان من الوان الاناقه يلي هي بتعطيكي جدا اناقه وحضور، وبتحسي حالك انك وين ما مشيتي تمام ملك الالوان. بس كمان هو اذا انت كنتي فايته بموضوع مصيري بحياتك او موضوع جدي، فايتة تناقشي اي موضوع، غلط تلبسي لون اسود. ليش؟ لانه هو بيخليك تتشبثي برايك، بتحسي حالك انك انت صرتي كثير عنيده، يعني اي شخص بده يحاول يعبر لك عن وجهه نظر خلص انت سكر عندك، ما عاد تستوعبي، يعطيكي هذا يعني بتكوني مثل ما بيقولوا تتمسكي بافكارك، خلص ما عاد فيكي تغيري. نحن بهذا الوقت بالذات المفروض نلبس الالوان المريحه اللي بتعطينا رواء، مثلا مثل ملابسه سلمى التركوازي، الاخضر، الازرق، هذول الالوان بيعطينا راحه، مثل حضرتك سلمى سالي ملابسه بيعطيها الوان اذا بدك طاقه قويه، بتحسي حالك مثل الفراشه عم تتنقلي من مكان لمكان، يعني الاحمر، الاورانج، الفوشيا، هذول الوان الطاقه، بتحسي حالك مشعه بالطاقه. بس غلط نلبسهم اذا كنا نحن فايتين بحاله عصبيه او بحاله توتر، بيزيدوا التوتر فورا بتروح بتلبسي الاخضر الازرق اللي يعطيكي هدوء. عندك الالوان الثانيه الموف، هو الموف لون روحاني، هو كثير منيح للكبار بالسن لانه بيعطي كثير رواء. ما تفضل تلبسه الصبيه يلي مخطوبه او متزوجه جديد، لانه هو لون روحاني، يعني من فتره درجوا كثير غرف النوم موف وكذا، هو لون روحاني، يعني لون بيعطي كثير برود وهدوء، لدرجه انه بحسوا حالهم بيصيروا مثل الاخوات، فهدول من الالوان الخطيره. يعني منيح لكبار بالسن، يعني اما للصبايا وهيك فينهم يكسروا او يخففوا منه. اللون الاصفر هو من لون الابداع يلي كثير هلا بنصح فيه، بما انه هلا بعد العيد فورا على المدارس يكثروا منه الاطفال، لانه هو لون ابداع، لون بنشط الذهن، بنشط العقل، فهو كثير منيح وقت بدنا ندرس، وقت بدنا نكتب. تمام، هلا كمان الالوان الزهريه هي من الالوان كمان يلي بتحسي هو لون بيعطي انوثه زايده، يعني السيدات اللي بتحسين احيانا فاقدين للانوثه، او نوجههم للالوان الزهريه وهدول الالوان، لانه عن جد بيعطيهم طاقه حلوه. يعني غاليه دائما هيك
بتنوري صباحنا وبتزيدينا طاقة. شكرا كثير لوجودك، وان شاء الله هذا اليوم وكل الايام طاقة ايجابية. شكرا لك حبيبتي، نتشكر وجودك معنا غادية، واضحى مبارك عليكي حبيبتي.